إشراك الشباب وهذا تماشيا مع سياسة الدولة الجزائرية في دعم الشباب وحمايتهم من مختلف المخاطر والتهديدات. فيه أيضا أولوية ثانية وهي الجودة التربوية، باعتبار الكشافة الإسلامية الجزائرية منظمة تربوية تندرج ضمن إطار التربية غير الرسمية نون فورمال إديوكيشن، فسنعمل خلال هذا المؤتمر على دراسة أساليب تطوير الممارسات والمناهج الكشفية حتى تكون مواكبة لاحتياجات وميولات الشباب حاليا. طبعا اليوم نحن فخورون بأن الكشافة الإسلامية الجزائرية يعني في مقدمة القاطرة في تأطير الشباب ويعني إعدادهم، وهذا ليس غريب على هذه المدرسة التي عمرها اليوم يعني يقترب من 90 سنة، واليوم هذه المدرسة هي مدرسة لكل الجزائريين، فأبوابها مفتوحة لكل من يرغب الانضمام إليها. ونؤكد على شيء مهم، وأنه الحركة الكشفية سر قوتها ونجاحها هي تطويرها لأساليبها ومواكبة احتياجات يعني الشباب والأطفال، بالرغم اليوم من وجود بدائل.